السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سأرد على هذا الأخ يقول: أختي شكرا جدا لمجهودك وشرحك، ولكن الجروبات ما تظهر عندي، ومسحت الإضافة أكثر من مرة وحملتها تاني، ولكن الجروبات لا تظهر. مع العلم نفذت كل ما ورد في شرحك، فماذا أفعل؟ لأن فعلا أنا رجعت إلى الإضافة وطبقته ووجدت أنها لا تعمل، والسبب أنه تم وضع تحديث لهذه الإضافة وعمل فيرجن جديدة. إذا تابع معي الخطوات لتعرف الطريق. إذا تأتي هنا إلى المقال، سأترك لك في الوصف رابط هذا المقال. إذا هنا هي كيف تنشر في إدة جروبات. كانت الإضافة القديمة هنا تقوم بتحميل الإضافة إذا القديمة من هنا، هي نفس الإضافة ولكن عملوا لها تحديث. هنا أضفت النشر على عدة جروبات، حمل برنامج النشر على عدة جروبات من الرابط التالي. تحميل برنامج النشر على عدة جروبات، تعمل عليه كليك، سيتم تحويلك إلى صفحة التحويل. وهنا بمجرد أن يصبح الرابط جاهز ستفتح معك الإضافة بهذا الشكل في جوجل درايف. ستفتح معك الإضافة بهذا الشكل في جوجل درايف، النشر على عدة جروبات في فيد في 2. تأتي هنا إلى الثلاث نقط، تعمل عليها كليك وتنزيل. تنزيل، وسيتم تحميل الإضافة عندك في داونلود أو تيليشارجمون، أو لا أعرف ما هي لغة الكمبيوتر تبعك. تأتي هنا إلى تيليشارجمون أو تحميل، هكذا تعمل كليك على الثلاث نقط وافيشي لو دوسي، يعني حتى نعرف اين هي الاضافه. ها هي في 2. اذا ننزل الصفحه، نسقط هذه الاضافه، نحضرها ونخرجها هكذا. انا نعملها كوبي كولي في المكتب. تمام، الان نذهب الى جوجل، نفتح الفيسبوك ونفتح الاكستنشن، ونتاكد ان هذا الزر مفعل. مود ديفلوبر يجب أن يكون مفعل. العمل يجب أن يتم من الكمبيوتر أفضل من الهاتف. جربت ولم تعمل معي، لا أعرف، من الأفضل أن تعمل بالكمبيوتر. نعمل هنا تصغير للصفحة حتى نستطيع أن نسقط الإضافة. ها هي، نعمل عليها كليك و هكذا نسقطها، نجرها بالماوس هكذا. وبمجرد أن تسقط الإضافة هنا، ها هي في يفيد في 2، لاحظ أنها تغير حتى اسمها. إذا الآن نعود إلى الفيسبوك، ونأتي هنا إلى الإضافات، ونعمل كليك على فيو فيد. تفتح معنا الصفحة بهذا الشكل. نعمل سين إن تسجيل، ويفتح معنا سين إن ويد جوجل. نعمل عليها كليك ونختار الحساب الذي نريد أن نسجل به، وبعد ذلك نعمل متابعة، وستفتح معنا الصفحة وقد تم التسجيل فيها. إذا الآن ما زالت لم تظهر بأنها تم التسجيل. نعمل جيت ستار، نعمل كليك على جيت ستار، معنا اسم صفحتنا، ها هي بهذا الشكل. إذا هنا تلاحظ أن أعطاني لون أخضر، نقطة خضراء، يجب أن يظهر معك بهذا الشكل. إذا لم تظهر تعيد جيت ستار حتى تفتح معك بهذا الشكل، لون أخضر هنا، وهنا اسم الصفحة تبعك وهذا رقمها. والآن أصبح use this tool. الآن نعمل كليك على use this tool، نعمل كليك على use this tool، نعمل كليك على use this tool، وستفتح معنا الصفحة بهذا الشكل وتظهر الجروبات. إذا فعلا معك حق، التول القديمة عملوا لها تحديث وهذا هو التحديث الجديد. الآن بعد أن فتحت معنا نستعملها بنفس الطريقة التي كنا نستعمل بها التول القديمة. إذا مثلا سأجرب بوست،
اخذ فيديو مثلا، فاخذ هذا العنوان كوبي اتي هنا اضعه هنا لصق، واخذ اللينك تبعه، اللينك كوبي واضعه هنا كذلك، وساحاول نشره لصق. الآن نستطيع أن، هنا لابد أن تختار 10 أو 15، وهنا كذلك 10 أو 15، على أساس أن يكون المدة الفاصلة بين كل نشر ونشر حتى لا يتم حظرك. وهنا تختار هكذا، تختار إعلانات، إعلانات مثلا هذا، هذا اللي أردته أنا. وهنا في الأسفل توجد الصفحات، ما هي كل الجروبات التي أنت مشارك فيها، ستظهر معك هنا كلها بدون استثناء، كلها ستظهر معك، وتختار منها ما تريد أنت. 17 أقصى عدد هو 25 إلى 30، لا تتجاوز 30. وطريقة النشر تترك 4 إلى 5 ساعات ما بين كل نشر ونشر آخر. الآن بعد أن اخترنا الجروبات نعمل بوست، نعمل كليك على بوست، وسيتم تظهر معنا هنا، ها هي بهذا الشكل. بالنسبة لمستعملي الهاتف نفس الشيء، نأتي هنا إلى المقال، تجده كذلك في الوصف. إذا تأتي هنا إلى النشر على عدة جروبات، حمل برنامج النشر على عدة جروبات من الرابط التالي، ها هو تحميل برنامج النشر على عدة جروبات، تعمل عليه كليك، سيتم تحويلك إلى صفحة التحويل بهذا الشكل. وبمجرد أن يصبح هذا الرابط جاهز ويتغير لونه، يمكنك أن تحمل الإضافة، وهذه أول خطوة. ننتظر بضع لحظات، الآن الرابط جاهز، نعمل عليه كليك، يفتح معنا جوجل درايف بهذا الشكل، وها هي فيو فيد. إذن هنا نعمل كليك عليها، على هذه الإضافة، ونعمل كليك على هذا السهم الموجود هنا فوق، نعمل عليه كليك هكذا، وسيتم تنزيل الإضافة عندنا بهذا الشكل. ها هي تم تحميلها عندنا في شيء تيليشارجي. هذه أول خطوة، ونحمل متصفح كيوي. إذا تعمل له انستالي، أنا موجود عندي أصلا، نعمل له أوفغير، نفتحه سيفتح معنا عادي بهذا الشكل، ونفتح وتفتح حسابك لوج إن على الفيسبوك الخاص بك، تعمل لوج إن على الفيسبوك الخاص بك، تعمل كليك هنا في الثلاث شرط، وتأتي هنا إلى الإكستنشن يوزر، هنا ثاني واحدة نعمل عليها كليك في البلاس، ونأتي هنا ونختار هذه، ها هي فيو فيد في 2 فيرجن 2، ها هي قد تم تحميل الإضافة. نعود إلى صفحة الفيسبوك، نأتي هنا إلى الثلاث نقاط، ننزل أسفل، نعمل كليك على فيو فيد، وستظهر معنا بهذا الشكل الصفحة. و انستال كروم، أوكي انستال، ونعود إلى صفحة الفيسبوك، نعمل كليك على الإضافة فيو فيد، ونعمل سين ويد جوجل، يعني التسجيل، وسيفتح معك الحسابات جوجل اللي تختار الحساب الذي ستسجل به، تسجيل الدخول إلى حسابك على جوجل، ثم متابعة، وبعدها تستطيع أن تسجل في فيو فيد كتاب. نعمل كليك على متابعة، وستفتح معك الصفحة بهذا الشكل. تأتي هنا إلى get star، وتلاحظ أنه تغير هنا، أصبحت نقطة خضراء، وهنا أصبح اسم صفحتك، وهنا use this tool. نعمل كليك على use this tool، وتفتح معنا الجروبات، ها هي كلها وكل الصفحات موجودة.
الآن نكتب بوست ونعمل هنا في هذا الرقم 10، نعمل هنا رقم 10 وهنا كذلك نعمل رقم 10 أو 15، وبعد ذلك ننزل هنا ونختار الجروبات التي نريد أن ننشر عليها ونضع بوست ونعمل كليك على بوست. مجرد أن نضع هنا بوست ستصبح هذه بوست. نكتب هنا أي شيء، مثلا نكتب السلام فقط لكي تتفاعل. ها هي الآن نعمل كليك على بوست ونستطيع أن ننشر كما نشاء في كل هذه الصفحات. وبالتوفيق للجميع.